قلت لك انا يا تصفيه حسابات العام اللي فات في شهر 8 لو 6 8 كانت وقعت واحد الحادثه دازت عليها تقريبا 14 يوم ولا كذا. الوغ عيطوا عليا جاو علي باش نسيني واحد الورقه زعما باش ندير الامضاء ديالي في واحد الورقه كامضاء. قلت لي انايا بحكم القانون اللي كنعيشوا به حنا كاملين وكنفتخروا به لان القانون هو اللي غيفا جامع حنا كاملين بعضياتنا. قلت لي انا ما يمكنليش نمضي على واحد الورقه فاتت عليها 14 يوم، ولا بغيتيني نمضي على الورقه فاتت عليها كطوغ جوغ انا ممكن نمضي عليها، مي كتب ليا في الراس انني استلمتها في هاد لا دات. داها للمدير شدها وقطعر معاها على هذاك المسؤول الاخر. المسؤول جا لعندي قال لي يا عم خالق حضي راسك من هذاك السيد. قلت له علاش صاحبي راه بروح رياضيه بالضحك. قلت له قانون هو هذا السيد راه جاي من فرنسا راه قاري قانون اكثر مني هنايا وربما اكثر من اي واحد فيكم، مي راه ما كاينش. قال لك لا خصك تسينيها وحضي معك. كاين مسؤول اخر حتى هو ما خصش نقول سميتو حيت قالوا لي ما تقول سميت ياك. كاين مسؤول اخر تناقش انا وياه هو يقول لي بهذا اللفظ انت كتفكرنا بالايام الغابره، والايام الغابره اللي جينا نديروا ليها البحث ديالك نلقاو لو طون دي تينيبغ. لو طون دي تينيبغ سالا حنا راه 1444 ما دخلنا الاسلام، يعني راه ما بقاش هذاك الشيء اللي كان على بكري اللي كنسمعوا به دابا حنا بالقصاص او لا تنقراو ما بقاش. اللي كاين هو ان هكاك ما حملتكش هذاك اللي قال لي ماك مزغب هكاك ما حملتكش بوان باغ. من الصباح وانا تنقول لك استاذه راه عندنا واحد جوج فرنساويين اش دايرين اش دايرين مازال ما غاتفهمي. 13 عام استاذه عمري ما غيبت في حياتي. تتقول لي المراه عندي في الصباح وجلس راك مريض. تنقول لها لا راه خاصني نجيب فلوس عندي البنيتات انايا. الور باش توكل البنيتات ديالك في حاجه خاص تكون حلال كاملين تنقول هذه الكلمه هذه. عمري ما غيبت عمري ما جيت معطل. والسباب اللي بغيتي تقوليها استاذه راه قبيله سولتي السيد ربما ريغلاج دو كونت اون ريغل لو كونت حيت معنا واحد جوج جاو جداد. كنعاود نقولها واحد جوج جاو جداد تيخدموا بالطريقه ديالهم الشخصيه حيت المغرب كامل راه ما غنقول السياسه راه نقول هذاك الشيء اللي كاين كلشي عارفه. المغرب كامل عارف بان العلاقات بيلاتيرال المشتركه بيننا حنايا وبين الجمهوريه الفرنسيه وبين كذا غدا وكتمنوا عند الله انها تصلح. الا ما تصلحاتش راه باش ان صاحب الجلاله في هذا المجال تيدعي للاستثمار التشاركي ماشي انا الربح. ما تربح انا وتربح انت واللي جا عند البلاد مرحبا به يربح. تيبقى هادو الناس هادو اللي جاو تيمثلوا شركه فرنسيه وتيمثلوا الدوله ديالهم فرنسيه تيتعاملوا بهذاك المنطق ديال سمحوا لي بزاف ديال المستعمر. وكاين العنصريه والدليل العنصريه هو ان هادشي هذا اللي في وجهي هذا شتوه هادي حاجه تتسير كسيده. انا كنت تعرضت لحاجه تتسير كامل. اول لقاء تدار مع اي انسان تناخذوا عليه اول انطباع هذا كدار في لا كومونيكاسيون. اول لقاء تناخذ عندك اول انطباع ما شافني دارني بحال ملعون ما عرفتش نقول لكم كومان كروشار رغم انني عندي ديبلومات الحمد لله وعندي بزاف ديال الحوايج في المسار ديالي في السيفي اللي تيقولوا هما لو كيرون كيرون فيتال ديالي الحمد لله كبير غير شكل من العنصريه كما قال الاستاذ. وهذا الشيء هذا اللي تدعو عليه دابا حنايا حنا كنتناقشوا فيه راه ما غيحبش كون على يقين ما غيحبش. مازال ان شاء الله الرحمن الرحيم وكنتحداكم مازال ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تجلسوا مع واحد اخر غيطردوا. كون على يقين انكم مازال غتجلسوا مع واحد اخر غادي يطردوا من المغاربه. واش بصح نقبتنا الاستقلال 56؟ حتى واحد ما غايجاوبني. وحنايا في لافاك ملي كنت انا يسمحوا لي الله يفهمك في الجامعه ديال محمد الخامس هذا الرباط كنا كنسمعوا لقد انتهى الاستعمار العسكري وما زال الاستعمار الاقتصادي وهناك استعمار فكري. اكو دار هادشي كامل غلط باقي الاستعمار اقسم لكم بالله العظيم الى باقي لو 9 شهر 5 وقع لي هذا المشكل 9 شهر 5 شهر 5 هذا الشهر هذا اللي خرج دابا كاين امتحان ديال الدراري لا كاين مدارس خصهم يتخلصوا لا والمدرسه باش تخلص 16200 ريال 810 ميتيبلي باغ 2 صافي 1620 هذا هو الحساب. سمحوا لي بزاف
التكوين ديالي ما تقلقوش مني، التكوين ديالي راه كونتر الاستعمار، انا قريت فرنساويه الله اعلم علاش، ما جو سي با، ما خداوش بهذا عين الاعتبار ديال ان كاين بيريود فتره ديال الامتحانات، فتره ديال الكرا، فتره ديال، يعني بمجمل القول ونقولها ونعاود نقولها، وكنتحمل مسؤوليه ديال اي كلمه ما كان احترامات الاستاذ.